الحين ندخل في العروضات. نعم. ايش العروضات اللي مجهزينها نيكلس؟ العروضات اللي عندنا طلع عمرك سلامة. ايه؟ انت كونه طلع عمرك سلامة من من خليه يتكلم عشان يفهمون العالم بس. لا انا وانا ما يفهمون يعني اللي انا. لا بس يعني تفضل تفضل. والله لا سمعت. طبعا ذا طلع عمرك سلامة اسوارات ذهب بالاسامي. حلو. طبعا اي قلادة. تجيك المعلومة دي. طبعا هذا الاسم شفته. ايه. بني نكبر. حلو. بني نكبر. ايه بعدين حلو شكرا لثقتك فيني خذنا من المعلومه بس خلاص اي نعم انقلها 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 حلو نيكلس حندخل في الجد نيكلس مسوي عروضات وراح نبداها بحاجه انه كل شخص توصل فاتورته 500 ريال راح ياخذ هذه السواره هديه كل شخص يصل فاتورته 500 وانا اقول لك هذه شوف نعمتها طبعا هو قاعد يقول لي انا عجبتني والله بس بعدين قال لي هذا الترند الحين اللي هي سواره الحب المبروم المبروم هذه ناعمه ومره حلوه والله مره جميله هذه السواره 399 ريال ذهب عيار 21 ولا لا يا فاضل ولو سمحت هو عنده طلع عمر صامس حلو من السبايك من اثنين جرام اللي يبي واحد جرام تفضل انت من واحد القلب عندنا هم بعد على 130 100 21 سوارة القلب حق يوم انت ليش جالس هنا راح جلست اخي لا انا حل قمت شو يسمونه العطر تحلل والله ما ودي تكلف على روحك يا بعد عمري يكفينا شوفتكم والله الله يبيض وجهك الله يعزك ام جاسم الله الله نحن من على الجواز ما تخليت قلبي يخفق مو شيء يسعدني هذا اهم شيء يخفق قلبي شنو يخافه حق مجاسم شفت حق مجاسم هذا اقرا الفاتحه شوف الفاتحه اقرا تدعي لها بس موجوده يلا اللهم شافي ام مجاسم امين اللهم تخلي لنا يا رب وتشوف بصحته وعافيته وعافيته امين اللهم تشوف عيال 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 عيالها لا شفتهم شفتهم كلهم موجودين كلهم ما شاء الله موجودين يبيض وجهك والله يغنيك ويكثر خير شيء بسيط والله يا بريان الله يعزك الله يعزك يا بعد عمري الله يعزك جايب لها ورده بعد انا اقول لو موفر قيمتها الذهب وجايب لها علاج من الصيدليه ما بحكي يا مرحبا يا مرحبا السلام عليكم المعذره على التاخير المعذره على التاخير شف سبحان الله انا في حياتي ما صورت فسيهات وبالصدفة أمس واليوم يومين ورا بعض أكون متشرف إني أكون في ذا الديرة الله يعزك ويعز مقدارك أول حاجة أعتذر كل المعذرة على التأخير يعني هو متى كان موعدنا؟ بعد المغرب يعني المعذرة بس كانت سمر اللي هي زوجة الأخ اللطيف طاحت عليه ويعني طاحت ليك إلا أن أمك طقتك بالملاس بعد تحطها في أمرتي لا يوم أمرتي أمك طقتها بالملاس وكسرت علي الملاس ليش تقول أمرتي يا المهم لا ليش ول 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 ولد عمي شنو الحركة ول 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 خرب إيش 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 الحركة خرب بيتها يا مرحبا تفضل معي ساري وشف تفضل إيش تفضل معي سليو يا سليو سيف طبعا السلام عليكم وبركاته معكم انتم الموظف العميل الموظف الكبير الرشيق وعمر الكون الموظف العميل الموظف العميل الرشيق وكل هذا كل حاجه في الموظف المقصود فيني انا موظف طلع مصاب شركه نيكلس حلو نيكلس ايه موظف موظف عندهم طلع مصاب اقدر اخدمكم في الذهب عندنا اليوم حق عيد الحب حلو بما ان احنا مقبلين على يوم الحب هو يوم تعبرون عن محبتكم لمن تحبون تهدي امك اختك زوجتك خطيبتك عندي نيكلس ومس جايبينك جايبينك تعال انت تصور انا جوالي حق هذا انا اتكلم ومتى جايبينك تتكلم
يعني انا دافعين وجايبين هنا بقيمه غالي وانت تاكل جايبين بس ابو تعال خذوا خلوا وين انت تدفعوا ليك ادفع لي والله شيك انت والله ادفع جيت طلعت منهم مبلغ مبلغ ادو طلعت من شبدهم وصلت منهم مصاري عشان تفكر فيه مبلغ عادل ابو علي ما هو مبلغ عادل كفو ابو علي حسبت ولد عمك معك حسبت ولد عمك بكم ريال معك شوف الطرار يطرد من الطرار يطرد من الطرار طيب روزك بروزك انا 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 اخذ من زين انا مش بعت منهم فلوس بعد ايش اخذت شيء اخذت منهم صورتين صورتين كل واحد قيمته طلع عمر سام 85 ريال صورتين لا انا عدته الصراحه ما ادري 85 كل واحد 85 ريال ولا 21 يعني 21 يا ابن عم امشي اوريك اوريك العضلات عندنا تفضل شلتك العضلات والحين مرحبا اهلا يا باشا اهلا ما شاء الله ما شاء الله ثلاث غرف ها الله يبيض وجيهكم هذه غرفتي اي غرفتك الله يعزك ما شاء الله ما شاء الله شكرا يا حبيبي شكرا شكرا على هذا الشغل النظيف شكرا لحفاوة الاستقبال الله يطول ما منكم قصور وعي واجب يا حبيبي شكرا يا عادل شكرا الناس كلها بالمجاملات كلها تجملونا واحنا ما تسوون لنا شيء خوي كتبت اسمي ما يعرفني اذا شي جاملني ما يعرفني هذا شكله بريان ما يجاملني إيه بس يعرفني بسنام اي هذا الجامل وين ما يعرفني وين ما يعرفني انت يعرفني مره بس في فرق ولد عمي لا 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 ولد عمي ولد عمي في فرق بس هذا بس ما في فرق كيف شلون في فرق احنا من الطرابيزه شنو يعني الطرابيزه الطرابيزه يعني الطاوله خشب لوح مسند بيت انا ما 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 انا عيني كان شكل الحين صح ها انا عيني حميه والله كان حطيته بجنبوي طيب يمكن كاتبين اساميكم في الغرف الثاني اكيد كاتبين امشي اساميكم هنا يا عمري امشي لا واضح كاتبينه هنا وين اسامينا وين ما 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 يعني الفرق يعني انه ما يعني ما في فرق بس انتوا اللي مكبرين الموضوع يعني ما في فرق بس يعني انتوا ليه غيرانين؟ فهمت يا جمال قال جمال قصعب قصعب روحك ما عندك عندك جمال ولا عندك شيء ولا دلله ولا نسيت نسيت انك دوق حقك نسيت تلبس فناي القام قام عشان ما تبين فضايح اللي فيك هذا حق الجمال جمال صح ترى ما كنت البس الوان فاتحه عشان هذا يلا شكرا شكرا حبيبتي اي مكانه بس ذهب للذهب يا تابي علاجه ما تبي ذهب احلل يا يا ابن ذهب حريم ما لك علاقه انت بوحش نفسك انا عمري جبت طاري نبويه بشاي ما عجينا من نبويين عمرتي من الباب عمرتي يا لا بمك نبوي اليوم رأيتي بعد اي والله العظيم احشم نفسك عاجم نفسي بس ما تعرف لذي تعرف لمريكي انا نبوي اليوم رأيتي بعد انتم صدق روحكم تقولي هم جاسم الله يبين وجهك والله العظيم الله يبين وجهك هذه تتزبط وتتغلف عشان تنرسل حق وهذا حق جداتكم ما تطبقوا جداتكم نبوي اكبر واحد بالعائله نبوي
الشباب بعد ابو ريان الله يبيض وجيهكم، يستاهلون الشباب الله يغني. اهم شيء ابو فاضل، اهم شيء هذه حق من ابو فاضل. تستاهل ابو فاضل، تستاهل. الله يبيض وجيهكم ويغنيكم ويزود عليكم ويكرمكم. الله يسعدك يا حبيبي بيض. استلمت حقك برا، انت انا شوفك يا كامل وصوفك.